هلا يا شباب، شنجوكم؟ اليوم عندنا شرح جلتش قنبلة المولوتوف اللي هي تقعد تطلع نار من اللاعب زي ما موضح قدامكم في الفيديو، والطريقة سهلة. وخليكم مع الشرح. ضروري تكون معاك قنبلة مولوتوف اللي هي قنبلة النار، ومعها قنبلة اليدوية أو قنبلة الدخان، ما فيش فرق. والطريقة نختار على قنبلة النار، بعدها نضغط على القنبلة اليدوية، ثم نضغط على زر إطلاق النار مباشرة، ونلاحظ أن الطريقة قد نجحت. ونعاود لكم الطريقة: تضغط على قنبلة النار، ثم تضغط على القنبلة اليدوية، ومباشرة تضغط على زر إطلاق النار. بين القنبلة اليدوية وبين زر إطلاق النار أجزاء من الثانية فقط حتى تنجح الطريقة. وهذا كان شرحنا اليوم، خدعة خفيفة ظريفة، والسلام عليكم.